المهم بموضوع الكمامات هو ليس أن نستخدمها أم لا، بل السؤال هو كيف نستخدم الكمامات بطريقة آمنة، وهذا هو المهم. اغسل يديك جيدا قبل استخدامها، تأكد من إغلاق وشد الكمامة بإحكام، لا تضع الكمامة على أسفل الذقن، يجب أن تغطي الكمامة كامل الفم والأنف، تجنب تكرار لمس الكمامة، وإذا لمستها عاود غسل يديك جيدا. تأكد من رمي الكمامة ذات الاستخدام لمرة واحدة في سلة المهملات واغلقها بإحكام. إذا كانت الكمامة من القماش وقابلة للاستعمال، عليك غسلها وغليها بالماء على درجة 90 مئوية. بعد رمي الكمامة اغسل يديك مجددا بالماء والصابون.